أكيد كلنا نعترف أن النتائج كانت ليست عند حسن تطلعات الجمهور الرياضي الجزائري، إنما هي فرصة من أجل مراجعة الحركة الرياضية، وكذلك كلجنة أولمبية سننصهر وسننسجم في إطار هذه السياسة، بما أن القانون الجزائري يخول اللجنة الأولمبية تقديم اقتراحات إلى الوزارة الوصية من أجل تسطير الرياضة، تسطير السياسة العامة للرياضة.